وايضا بيتعرف على الاجواء على الرطوبه على الحر على اول مره يدخل في الرياض. اكيد هناك كنا نتفرج او يعني خرج عليه مع المنتخب الجزائري. صحيح حصل ظروف ممكن او شاف يومين يوم قبل المباراة نظن عرف الأجواء إفريقية عندما يلعب راح تكون أصعب ونظن أنه راح يتأقلم بسرعة يعني مع هذه الأجواء. لو تتذكر حتى اللاعبين اللي من قبل عوار يعني لاعبين عندما أتوا جدد للمنتخب تكلم على فيغولي تكلم على محرز تكلم على والأوائل أيضا علي بن عبدية تكلم حتى في وقتنا يعني زياني مجيد والآخرون يعني عندما يأتون دائما البداية تكون صعبة. كيف تكون موفقة البداية يعني بسرعة يتأقلم وكان يلزم له وقت لكي يتأقلم يلزم له عدة مباريات لكي يظهر بالمستوى اللي يظهر به في الفريق لأن المنتخب مختلف. المنتخب اللي يكون في أفضل أحواله هو اللي يكون راح يلعب والحمد لله عندنا الفرصة لأنه يعني إحنا متأهلين عندنا مبارتين لما لا ومثل ما اليوم يعني عمل بها يعني الطاقم الفني عملية التدوير تجربة بعض اللاعبين في مناصبهم إعطاء فرصة لكل اللاعبين لكي يعني تأخذ نظرة على اللاعب وعلى مستوى اللاعب هل عنده الإمكانيات هل يعني يتأقلم مع إفريقيا هل يتأقلم مع المجموعة التعايش الانسجام الأداء كل هذا لصالح الجزائر. وهذه أيضا من الدفاع الأوغندي للجزائر هدف مقابل لا شيء في هذه بس هو أن يكون لاعب في المحور صح حتى اليوم تغيرت في بعض المراكز إذا نصيب شاهدنا على اليمين لكن هو ذلك أدى دور لترويض الكرة للهدوء لأنه ساعة كبيرة لأنه لم يسمح له بالصعود لأنه هو كان مغلوق لكن لاعب يعني في مركز آخر لكن أداء عالي. لا أداؤه جيد ومقبول كما قلت يعني كل اللاعبين يعني صحيح لم تتيح له الفرصة لكي يستغل هذا الرواق ويستغل خاصة دخول وعلاني للعمر ولكن اللي كان يمشي في دار وعلاني كان عبد الملك أو كان من قبله دائما شفنا عدة مرات من قبله هو اللي يصنع التفوق العددي لاعبين الوسط هم اللي كانوا يصنعوا الزيادة العددية ولهذا في بعض الأحيان اللاعبين أو الأظهرة ما يساعدوش كثير حتى من جانب حجام يصعد في أوقات ولكن اللي كان يقوم بهذا العمل الزيادة العددية على الأطراف أو المساندة في الهجوم هو عبد الملك بن قبل. عبد الملك أدى مباراة جيدة خاصة في افتكاك الكرة كما قال يعني معدي نفتك الكرة بسرعة في بعض الأحيان نبني من الخلف أو يعني ننتظر عندما تضيع نستعيدها بسرعة وهذه يعني مستحيل أن تقوم بالبريسنج أو ضغط عالي لمدة تقريبا على مدار 45 دقيقة لازم تعرف كيف هذا الخزان هذا تستغله وعلى على على مراحل في بعض الأحيان أضغط في بعض الأحيان أنتظر وهذا بالنسبة للطقس وبالنسبة للحرارة ولكن هذا الجانب أو لا لم يلعبوا كثيرا مع بعض وهذه النقطة المهمة يعني لأول مرة في لاعبين لأول مرة في الانسجام متعودين يلعبوا مع بعضهم رغم هذا كانت فيه بعض الحلول كانت فيه يعني بعض الرسوم التكتيكية شفناها يعني تمشي من الوسط تمشي على الأطراف مرتين في بعض الأحيان على الجهة اليسرى في بعض الأحيان على الجهة اليمنى فيه يعني تنوع في طريقة اللعب ولهذا شوط أول كما قلنا يعني محترم وجيد ممكن شوط ثاني يكون أفضل لكن رغم الشوط الثاني راح تكون فيه تعب وراح تكون عندنا حلول على الدفاع عندنا فريق ثاني على الدفاع الأول على الدفاع لو عندك فريق يعني ثاني ممكن يبدأ يعني عندك فريقين فريق يلعب كأساسيين اليوم رغم أن الأساسيين هم على الدفاع ولكن عندما دائما تكون تلعب ما تلعبش باستمرار دائما على الذكر تعطي عندما تعطيك فرصه لازم تستغل هذه الفرصه وتهدي اداء جيد لكي تكسب نقاط في المستقبل الى لا تكون حل من الحلول. نعم بالفعل اذا هو كل لاعب يريد ان يمهن للمدرب كما شاهدنا عموره حمزه مشاهده كثير لم يتلقى كره كبيره لكن نقول بصراحه دون تقليل اداء المنتخب الغربي لم يلعب بوجه مشرف للكره الغربيه التي تكون سابقا للفريق يعطيك المجال للعب لا يضغط عليك يكون لك خشونه يكون لك في راحه بالضبط خاصه في الضغط من خلال خطوط المهاجمين كبدلاء بعض اللاعبين اول مره يلعبوا في المباراه بعض اللاعبين اول مره في افريقيا اتيحت لهم الفرصه ايضا واستغلوا هذه الفرصه في يعني بعض اللاعبين كسبوا نقاط خاصه في المستقبل من المعموره من بينهم عموره من بينهم شيتا بن سبعيني اكيد بن سبعيني ما بين لاعبين كوادر الفريق واساسي ولكن في المحور ادى مباراه رائعه ضربه مستوى عاليه عموره في الهجوم
بطلب الكرات بسرعة، بتسجيل الهدف وكتسب النقاط ليكون حل من الحلول لل... شوف يعني هذه اللقطة تلخص بعض الشيء. تبعت بالنسبة لي الخطوط ما بين فريق الأوغندي واستغلوا المنتخب الجزائري، استغلناه يعني إخراج الكرة بسرعة، الذهاب على الأطراف، والحل كان واللي ناقصنا واللي شفناه كنا ناقصين في الشوط الأول، يعني اللاعبين الأطراف كان يعمل فيها عمورة عندما يوصل يعني للشق الهجومي أو 30 متر الأخير عمورة يدخل كمهاجم ثاني، ولكن بوعناني طريقة لعبه دائما يبقى على الخط. بوعناني في وقت من الأوقات لازم يدخل للعمق ويترك الرواق للوصيف اللي ما صعدش كثير، لأن كل لعبنا كان يميل أكثر من الجهة اليسار، ولكن عامة بالنسبة لي شوط أول هو أتخذنا متعود هذا يعني على الخط شوف فيه التواصل الذي كان ياخذ ايضا للرواق الايمن هو عبد اللي كان دائما يساند كلاعب وسط بينهم، يساند دائما في الهجوم ويصنع تفوق عالمي ليساند لاعبين الهجوم خاصه بوعناني وعموره، هو اللي كان يسعى كراس حربه ثاني، ولهذا الدور الشوطاني كانت ممكن النتيجه تكون اكثر، يعني كانت فرصه عموره، كانت عده فرص، ولكن الشوط اول نظن انه محترم لانه تلعب في هذه الاجواء وفي هذا الطقس صعب على بعض الاحيان، خاصه الرطوبه كما قلت 80%، ولكن شوط اول جيد بالنسبه لهذه العناصر.